بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي مقتطفات حلوة من كل مكان. معاكم محمد. النهاردة أعمل لكم طريقة عمل حمص الشام أو الحلبسة بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة إن شاء الله عليكم. مكوناتنا عبارة عن 1/2 كيلو حمص الشام نعام من بالليل لحد الصبح، وعصير طماطم وملح وكمون وسكر عشان يعجل بسوى الحمص بسرعة، وليمون، ومعلقة كبيرة صلصة، وثوم، وبصلة كبيرة، حوالي 10 فصوص ثوم وبصلة كبيرة. يلا بينا بقى، ايه عشان خاطر اضيف المكونات دي على بعضها. هجيب كده حلة، طبعا ابعد الصلصة بعيد، الطماطم والصلصة ونحط الاول كده الحلة اهيت. هنحط حمص الاول كده، وبعدين نضربه بقى الايه البصل ده. هضرب البصل ده والثوم على كوباية مية واضربهم في الخلاط كويس، وعشان خاطر اضيفه معايا على الحمص. طبعا انا ضربت الثوم والبصل في الخلاط كويس لحد ما نعمتهم جامد كده، وحطيتهم بقى. هبدأ بقى انا ايه هحط السكر، طبعا دي معلقة سكر مش هتفرق في الطعم يعني، بس هتبقى طعمها حلو. واحط بقى المية واحطها على النار بقى تغلي، ومش ها دي بقى كده احطها على النار بقى كده تغلي، حوالي ساعتين، من ساعة ونص لساعتين لحد ما الحمص ده يستوي، وارجع لكم ان شاء الله عشان خاطر احط بقية الاضافات عليه. الحمص الشام استوى اهوت بالمنظر ده، امسك الواحدة كده تلاقيها مستوية في ايدك كده اهيت كده تبقى مستوية. هبدأ بقى ان انا احط بقية الاضافات، عصير الطماطم والملح والكمون والصلصة. واقلب بقى حلو كده، واسيبها كمان حوالي ساعة، غطي عليها بقى واسيبها ساعة على نار واطية برضو. وان شاء الله هقابلكم ان شاء الله في التقديم. دلوقتي المشروب بتاعي جاهز اهوت، بسم الله ما شاء الله. الحلبسة او حمص الشام، ان شاء الله بإذن الله عملتها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طبعا حمص الشام ده فيه فوائد كتير جدا وغني بالمضادات الحيوية، كمون وليمون وبصل وثوم، وبيدفي طبعا في الشتاء، المشروب الرسمي في الشتاء عشان بيدفي، ولونه حلو اهوت، بسم الله ما شاء الله لونه الجميل ده. طبعا بقى الريحة ما اقولكمش عليها، ريحة جميلة جدا وروعة شهية جدا، تشجعك ان انت تاكلي ايه كوباية زي دي كده، وتاخدي كمان كوباية كمان زيها. انا مقدبة معاها شطة اهيت عشان خاطر اللي حابب يحط شطة يحط. وطبعا ولا ما تنسونيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلكم فيديوهاتي الجديدة اول باول، وتكوني اول واحدة تشوفها بإذن الله. ولو عجبك الفيديو دوسي لايك للفيديو وتعمل منك للقناة، واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.